السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كما وعدتكم أننا غادي نخدموا على الأعداد الجذرية. كيفاش كنحسبوا مجموع عددين جذريين، يعني اللي فيهم القصور اللي فيهم عدد على عدد؟ أكيد الأغلبية ديالكم راه سولوني على كيفاش كنحسبوا هاد الأعداد هادو، قلت لكم ديجا الآلة الحاسبة. المهم حنا غادي نشرحوهم احتياطا، لقدر الله ما ديتيش الآلة الحاسبة وخسرت وما إلى ذلك وخصك تحسب ضروري. دونك قلنا كاين عندنا جوج الأنواع أو ثلاثة أنواع خصوصا في الجمع، أما بالنسبة للضرب راه حاجة وحدة اللي عندنا في الضار. نبداو على بركة الله، ملي كيكون عندي نفس العدد لتحت، ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة جوج جوج، ملي كيكون عندي نفس العدد، ما كيهمش واش جوج ولا ثلاثة، المهم نفس العدد. العدد اللي كاين هنا كاين هنا بحال بحال، خو بحال بحال. هنا اش كنديرو؟ كندير كسر، كنحتفظ بالعدد اللي عندي مرة واحدة، وكندير هذا زائد هذا، كنتنقص ندير ناقص، خمسة زائد خمسة، هنا عندي زائد غندير زائد واحد، خمسة زائد واحد شحال؟ ستة على ثلاثة، وستة مقسوم على ثلاثة هادي ساهلة أنك تحسبها غتعطينا جوج. ندوزو لاخر، غندير كسر، بما أن عندي نفس الرقم هنا غنحتفظ به، وغادي ندير هذا زائد هاد العدد ثلاثة، واحد زائد ثلاثة أربعة على أربعة واحد. ندوز دابا لهنا، نفس الرقم لتحت غادي نحتفظ به، هنا شحال عندي؟ جوج، هيا هنا عندي ناقص، هيا ثم هنا عندي واحد، هيا بحال هاد الكسرة هذا زديتو، بحال هاد السطر هذا كاين جوج سطور صغار هنا زديتهم، وهاد الناقص العدد الفوق، وما يمكنش ندير خمسة خمسة، كنحتفظ غير بوحدة فيهم، دونك غتعطينا جوج ناقص واحد، هياش هي واحد على خمسة. الأخرى سير، شنو غادي نديرو؟ هاد جوج الكسور اللي عندي غنزديهم غنلصقهم، سبعة غتبقى بلاصتها، ناقص كاين الوسط، ثلاثة كاين هنا لتحت، شنو كاين؟ ما نكتبش جوج جوج، غنكتب غير وحدة فيهم، وسبعة ناقص ثلاثة هي أربعة، على اثنان غتعطينا ماذا؟ غتعطينا اثنان، دونك غتعطينا اثنان. ندوزو دابا للحالة الثانية، إلا عندنا نفس، إلا عندنا جوج ديال القصور ولكن فيهم أرقام مختلفة، فيهم أش؟ فيهم أرقام مختلفة، فيهم أرقام مختلفة، شوف معايا شنو كندير، شوف معايا رد معايا البال. غادي نكتب الكسرين كيف ما هما، وغادي ندير واحد العملية، غادي ندير تبع معايا، غندير واحد أش؟ واحد العملية، واحد العملية. هاد الكبير هذا شوفوا معايا التحتانيين، الأرقام التحتانيين، هاد الكبير هذا غنخليوه، هاد الصغير هذا غنديرو الكبير مقسوم على الصغير، شحال؟ الكبير مقسوم على الصغير جوج، يعني غندير هنا مضروب في اثنان، وهنا مضروب في اثنان. نعاود باش أن هاد العددين نحسبهم، باش هاد العددين نجمعهم، ما كنجمعهمش بالطريقة ديال واحد زايد ربعة ربعة، واحد زايد خمسة وربعة زايد جوج، لا، ما كايناش هاد القاعدة هادي، ما كايناش هاد القاعدة هادي، بحيث نجمع هذا مع هذا وهذا مع هذا. الطريقة الوحيدة والأسلم هي أش؟ هي أنني نحاول نقلب، نحولهم لهاد الكتابة، بحيث يكونوا عندي نفس الرقمين لتحت، يكون عندي ما يسمى بنفس المقام. هاد العملية كتسمى أش؟ توحيد المقام، هاد العدد اللي لتحت كيتسمى المقام. وتوحيد المقام هو خص يكون عندهم مقام موحد، اي نفس العدد في المقامين معا، المقام هو تحت الكسر هذا العدد هذا. دونك هنا عندي ربعة وهنا عندي جوج، شحال فاش خصني نضرب هاد الجوج باش تولي هي ربعة؟ ما عرفتش، دونك غندير ربعة مقسوم على اثنان، شحال عطاتنا؟ اثنان، غندير مضروب في جوج مضروب في جوج. علاش ضربت في جوج الفوق والتحت؟ شوف معايا القاعدة اش كتقول لي، كتقول لك القاعدة إلا كان عندي أ على بي، إلا ضربت هاد العدد اللي لتحت مثلا في واحد السي، حتى هذا غنضربو في السي، اللي درتو لتحت نديرو الفوق، ولكن زائد وناقص ما كنديروهمش، كنديرو غير الضرب والقسمة فقط. دونك نحسب دابا، نحسب شنو غتعطيني هنا؟ هذا قلنا غنحتفظو به، ها هو واحد على أربعة زائد، هنا شحال عندي؟ خمسة في جوج شحال؟ هي عشرة،
و 2 في 2 4. ها هي ولات عندي بحال هادو اللي الفوق، ولا عندي دابا هاد العدد بحال هادو اللي الفوق، وكنطبق عليهم داكشي اللي طبقت هنا. اشنو كندير؟ كنحتفظ بواحد الكسر، كندير ليه هو 4، وكنجمع هاد الجوج اللي الفوق، 1 زائد 10، 1 زائد 10 هي 11 على 4. نعاودوا العمليه دابا هنا. قلنا هذا غادي نحتفظوا به، صافي نحتفظوا به، رغم ان هاد الجوج على 6 هي 1 على 3، نديرو هنا 8 مثلا، ولا 9 ولا 7 ولا 12 ولا نديرو 7، نديرو 7 على 6. دونك شنو غادي ندير هاد الاول هذا؟ حيت علاش الاول غنحتفظ به؟ حيت المقام ديالو كبر، هنا كاين 6 وهنا كاين غير 3، دونك هذا غنحتفظ به. 7 على 6 زائد 1 على 3، شحال فاش خصني نضرب 3 باش تولي هي 6؟ هاد الصغير هذا اش من عدد فاش غادي نديرو الضرب ديالو فاش تعطينا 6؟ ما عارفينش. دونك ندير 6 مقسوم على 3 في الآله الحاسبه تعطينا ماذا؟ تعطينا حتى هي 2، ولا درتو لتحت نديرو للفوق. علاش ضربنا في 2 البسط في البسط والمقام؟ باش يولي عندنا هاد العدد هكا، 7 على 6 زائد 1 في 2 شحال؟ هي 2، و 3 في 2 شحال؟ هي 6. علاش ضربنا في 2؟ باش تولي عندي 6 هنا و 6 هنا. وعلاش باش تولي عندنا 6 6؟ باش ناخد منهم وحده ونجمع هاد 2 اللي الفوق، 7 زائد 2، 7 زائد 2 هي 9 مقسوم على 6. ندوزو للحالات المواليه، نفس الامر. شكون الكبير؟ 16 ولا 4؟ 16 هي الكبيره، دونك نحتفظوا بها هي والرقم ديالها اللي الفوق، نديرو زائد ندير كسر 3 على 4. شحال فاش خصني نضرب 4 باش تعطينا 16؟ ما عرفتش جدول الضرب، دونك غنمشي للاله الحاسبه غندير 16 مقسوم على 4، غتخرج لك 4، كتبها هنا وعاودها للفوق. دونك شوفوا شحال تعطينا، نحتفظوا ثاني بعدا 5 على 16، 3 في 4 شحال؟ 3 في 4 هي 12، 4 في 4 هي 16. وقلنا ملي كيكون عندي نفس الرقم لتحت كنحتفظ به وكنجمع الفوق مع الفوق، غتعطينا 5 زائد 12 17 على مدى على 16. العمليه المواليه، شكون الكبير؟ 18 ولا 6؟ 18. دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي نحتفظ بهذا العدد الاولاني، وديما هذا العدد الاولاني هو اللي كيكون المقام ديالو كبير، ناقص 1 وهنا 6. شحال فاش خصني نضرب 6 باش تعطينا 18؟ ما عرفتش، نمشي للآلة الحاسبة ديالي العادية ندير فيها 18 مقسوم على 6 غتعطينا 3. نكملو، دونك قلنا غتعطينا 7 على 18، نحتفظو به، ناقص 3 في 1 3، 6 في 3 غتعطينا 18، كتساوي بما أن عندي نفس الرقم لتحت غنحتفظ به، ثم غندير 7 ناقص 3 هي 7 ناقص 3، و 7 ناقص 3 هي 4 على مدى على 18. العملية الأخيرة نفس الشيء، نفس الشيء يا إخواني، الكبير هنا هو 12 في المقام، دونك نحتفظ بهذا كله، 1 على 12 ناقص 5 على 4، 12 مقسومة على 4، 12 مقسومة على 4 شحال؟ غتقول لي 3، هي مضروبة في 3 وهنا حتى هنا مضروب في 3، يساوي 1 على 12، 5 في 3 15، 4 في 3 12. ثم غندير تساوي 1 ناقص 15 على 12، حيت هاد الجوج كنجمعهم لي الفوق، 1 ناقص 15 هي ناقص 14 على 12، ناقص 14 على 12. وندوزو للنوع الآخر من الأعداد في المجموع. شوف معايا، هذا في كسرين، في جوج ديال السطور هنا وفيهم نفس الرقم لتحت، هذا فيه جوج ديال السطور ولكن ما فيهمش نفس الرقم، هذا فيه سطر واحد ورقم واحد. كيفاش غادي ندير لهذا العجب هذا؟ ركز معايا، وحده وحده ركز معايا. ما كنديروش 3 ناقص 1 على 4، وهو ما انزل الله به من سلطان، هذا الحساب ما تبقاوش ديروه. شنو غادي نديرو؟ العمليه غادي نكتبها لكم هنا لتحت، ا على ب ناقص او زائد، هنا الاشاره لا تهمنا، سي
شنو كيساوي؟ يساوي أ. إلا عندك ناقص غدير ناقص، عندك زايد غدير زايد. ثم كتكتب هاد السي هذا وكدير مضروب في هاد المقام بحال هذا، كيطلع عنده هذا، كيطلع عند السي هذا، كنطلعو عند السي. الكل مقسوم على بي. شوف معايا العملية، عندي ثلاثة على ها هي ثلاثة، ثلاثة ثلاثة على أربعة ثلاثة، ها هي عندي ناقص، ندير الناقص. أشناهو السي؟ هو واحد، دونك ندير واحد مضروب. أشناهو بي؟ بي هو العدد اللي كاين هنا لتحت اللي هو أربعة، مقسوم على أربعة. الأسبقية للضرب، ما ديرش ثلاثة ناقص واحد جوج، دير بعدا حسب هذا، حسب هذا الضرب. ها انت غدير ثلاثة ناقص أربعة في واحد هي أربعة، مقسوم على أربعة. دونك ثلاثة ناقص أربعة شحال؟ هنا ضروري تكون عندك الآلة الحاسبة واخا غير العادية. ثلاثة ناقص أربعة بتعطيك ناقص واحد على أربعة. خمسة على ثلاثة زائد جوج، نفس الفكرة. خمسة زائد خمسة زائد اثنان، كتكتب هذا كامل، وخمسة زائد جوج في الرقم الثالث اللي هو ثلاثة، وكنحتفظوا بهاد الثلاثة اللي لتحت، كنعاود نكتبوها لفوق، كتبتها لفوق نعاود نكتبها لتحت. الأسبق كنحتفظوا بخمسة، كندير الزائد إلا عندي زائد أو ناقص إلا عندي ناقص. جوج في ثلاثة شحال؟ جوج في ثلاثة ستة. خمسة زائد ستة غتعطينا 11 على ثلاثة. العدد الآخر كنحتفظوا بعدا، واحد عندي ناقص غندير ناقص، عندي ثلاثة غندير ثلاثة، مضروب في ماذا؟ في العدد الثالث اللي هو خمسة، وكنكتب ثاني خمسة لتحت اللي درتو هنا نديرو هنا. واحد ناقص خمسة في ثلاثة شحال؟ 15 مقسوم على خمسة. واحد ناقص 15 يا أصدقائي هي ناقص 14 على خمسة. العدد الأخير في هذه السلسلة هذه، دونك جوج زائد واحد في تخي بيان سبعة على تخي بيان سبعة اللي سالتي بك كتكتبو لتحت. دونك جوج كنحتفظو بها، زائد واحد في سبعة هي سبعة على سبعة، كتساوي تسعود على سبعة. هنا الله يرضي عليكم تفاداو، ملي كتكون عندكم ثلاثة مثلا زائد خمسة في جوج في اثنان، راه مكنديش مكتساويش تمنية في جوج، لا لا ما كنجمعوش هاد الجوج، الأسبقية دائما للضرب. نحسب بعدا هذا عاد نزيد عليهم الآخر. ندوز دابا للعملية الموالية اللي هي الضرب، والضرب الإخوان راه بسيط وسهل. الضرب إلا عندي نفس الرقم ماشي غنحتفظ به، أوه هادي كنديرها في الجمع وكنجمعو الفوق مع الفوق. في الضرب لا، كضرب كلشي في كلشي، يعني اش الفوق في الفوق لتحت في لتحت، كنديرهاش الفوق في الفوق لتحت في لتحت. واحد في ثلاثة أربعة في أربعة، واحد في ثلاثة ثلاثة، أربعة في أربعة 16. اثنان في واحد خمسة في اثنان، اثنان في واحد اثنان، خمسة في اثنان عشرة. هنا لتحت ما كاينش عندي، لتحت ما كاينش، دونك فقط عندي ثلاثة في اثنان، عندي الفوق في الفوق، لتحت ما عندي والو، عندي أربعة ما عنديش شي حاجة أخرى. سينو راه إلا ما كاين والو يعني راه كاين واحد، أربعة في واحد تعطينا أربعة، هاهي ثلاثة في جوج ستة، أربعة في واحد أربعة. سير نفس العملية بعجالة، أربعة في اثنان سبعة في خمسة، أربعة في جوج ثمانية، سبعة في خمسة خمسة وثلاثين، زيد. دونك هنا واحد في ثلاثة، ولتحت ثلاثة في واحد تعطينا ثلاثة على ثلاثة اللي هي واحد. خمسة على اثنان في أربعة، خمسة في أربعة، لتحت ما كاين، كاين غير رقم واحد اللي هو جوج، ها هو خمسة في أربعة عشرين على جوج بتعطينا 10. الاختزالات كيبقاو ديالكم نتوما. دونك هذا فيما يتعلق العمليات على الاعداد الجذريه. باقي لنا واحد الفكره غادي نشيروا ليها، هي ديال القسمه، الفكره ديال القسمه، لان كتكون عندنا في المجاميع، كتكون عندنا في المجاميع مثلا في المجموع خرجت لك هنا شي حاجه، وهنا كاين عندك مثلا جوج على ثلاثة مقسوم على أربعة، مقسوم على أربعة، كيفاش غادي تحسب هاد جوج على ثلاثة مقسوم على أربعة؟ هنا كنضيفو الخاصية ديال أ على بي، الكل على السي على الدي، كتساوي هذا كنخليوه كيفما هو مضروب، ولكن هذا كيتقلب، كيتقلب كيولي دي على السي. مثال، مثال مثلا عندي جوج على ثلاثة،
الكل على أربعة. هنا راه ما كاين والو، شوف معايا هنا كاين عندك غير هذا، ولكن ما تنساش بلي راه الا ما كاين والو ديك والو كنرمزو ليها بواحد. دونك شنو غادي ندير؟ قلنا هاد الفوقاني كنخليه كيف ما هو، جوج على ثلاثة في التحتاني كنقلبو، أربعة على واحد كتقلب كتولي واحد الفوق وربعة لتحت، وكنطبقو عليها نفس داكشي اللي شفناه ديال الضرب، اثنان في واحد اثنان، ثلاثة في أربعة اثنا عشر. واحدة أخرى، خمسة على ستة على أربعة ولا سبعة ولا شي حاجة بحال هكا. شنو غادي ندير؟ هاد الفوقاني قلنا كنخليوه اللي هي خمسة في، والتحتاني كنقلبوه سبعة على ستة. قلنا ما كاين عندي حتى عدد هنا، يعني غندير فقط هذا في هذا، خمسة في سبعة 35، والتحتاني غادي نخليه كيما هو ستة. وهكذا، ونتمنى انني ما نكونش طولت عليكم. دونك بهذه الطريقه يا اخواني باش كنحسبوا القصور او اللي كنسميهم بالاعداد الجذريه، ماشي الاعداد الكسريه، الاعداد الجذريه، مجموعه الاعداد الجذريه، كيفاش كنحدوا المقام، كيفاش كنحسبوا هذه الاعداد، من اجل اش؟ من اجل اننا نحسبوا اي واحد واي اثنان في المتتالي، حيت كاين اللي يقول لك ما علاقه هذا بالدروس اللي كنحطوها. هذا فقط حطيته من اجل اش؟ باش بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الاله الحاسبه او ما كيعرفوش يستعملوها، على الاقل يعرفوا يحسبوا، على الاقل اش يعرفوا يحسبوا ديك اي واحد او لا اي اثنان. وهكذا عندك الاله الحاسبه جيبها، وغادي نشرح لك كيفاش كنخدموا بها. شكرا لكم، الى لقاء اخر.